الرئيس السيسي يوجه بتكثيف جهود تطوير المناطق العشوائية بجميع المحافظات لتوفير حياة كريمة لسكانها. رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع تكتيكي بجنود لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني. التعليم تؤكد أنه لا نية لتأجيل الدراسة للفصل الدراسي الثاني وإجراءات لحماية صحة الطلاب. موجز الأهم وآخر الأخبار من تلفزيون النهار، أهلا بكم. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني. المزيد في سياق هذا التقرير. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان، خاصة في قطاعات تطوير المناطق العشوائية والإسكان الاجتماعي وتطوير القاهرة التاريخية، وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة ومدن الجيل الرابع في أنحاء الجمهورية، فضلا عن شبكة محطات معالجة المياه في المحافظات. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتوسيع نطاق جهود تطوير المناطق العشوائية بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم، أسوة بما قامت به الدولة من تجارب ناجحة خلال السنوات الأخيرة في هذا الإطار. كما وجه السيد الرئيس بتكثيف جهود تطوير القاهرة التاريخية لإبراز دورها كمركز ثقافي وحضاري وسياحي، وذلك بالتناغم والتكامل مع جهود التوسع في المجتمعات العمرانية الجديدة الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك استعراض الخطوات التنفيذية وتطور الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة المرافق الرئيسية ومنطقة النهر الأخضر وحي المال والأعمال والمناطق السكنية المختلفة. كما تم التطرق إلى المخطط التنموي الاستراتيجي لجميع قطاعات ومحاور الساحل الشمالي، فضلا عن الموقف التنفيذي لمدينتي رأس الحكمة الجديدة والسويس الجديدة، وكذلك عدد من المشروعات بمدينة العالمين الجديدة كالمدينة التراثية والأكاديمية العربية والحي اللاتيني والمنطقة الترفيهية والمجمعات السكنية. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع رئيس الوزراء والجهات المعنية لمتابعة الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة وسائل النقل ومكوناتها في مصر. المزيد في سياق هذا التقرير. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسادة وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والإنتاج الحربي والمالية وقطاع الأعمال العام والنقل والتجارة والصناعة والسيد رئيس الهيئة العربية للتصنيع والسيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية. الاجتماع تناول متابعة الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة وسائل النقل ومكوناتها في مصر، مع التركيز على مستقبل صناعة السيارات والأتوبيسات الكهربائية. وقد وجه السيد الرئيس بالتركيز على الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة المتمثلة في المركبات الكهربائية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال للاستفادة من خبراتهم، وكذلك أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية في هذا الصدد، بهدف إنشاء مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية في مصر وفتح مجال التصدير إلى دول المنطقة، أخذا في الاعتبار شق العائد الاقتصادي والبيئي من استخدام الكهرباء بدلا من الوقود التقليدي.
وقد تناول الاجتماع استعراض كافة الجوانب التصنيعية والمالية والتجارية لاستراتيجية توطين صناعة السيارات، وكذلك التحديات المختلفة ذات الصلة، وذلك في إطار توجه الدولة للتوسع في المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال استخدام الغاز الطبيعي أو الكهرباء لسيارات كوقود متوفر محليا واقتصادي ونظيف. شهد فريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود ذي جانبين، والذي نفذته إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني باستخدام مقلدات الرماية المايلز. وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على أهمية الاهتمام بالمستوى الفكري والتكتيكي للفرد المقاتل وتنمية مهاراته الذهنية والبدنية وابتكار الأساليب والوسائل غير التقليدية لتطوير التدريب. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه لا صحة للفيديو المتداول بشأن تأجيل الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، وأنه لا نية لتأجيل الدراسة للفصل الدراسي الثاني، وأن الدراسة في موعدها الذي تم الإعلان عنه في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري يوم السبت الثامن من فبراير 2020. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب. كان هذا موجزنا الإخباري لهذه الساعة من تلفزيون النهار. أشكر لكم طيب المتابعة. إلى اللقاء.